عايزة، أنا هبات في فندق. ماشي، سلام. مفيدة، حسن اختفيت وما جيتيش ترد على التليفون. عرفت منين ان انا هنا؟ مشيت وراكي. بعد عني يا حسن، وانا مش عايزه منك حاجه. وانا مش هسيبك، وانا مش هنزله. مين جالي ان عايز كده؟ تعالي تعالي، ما تخافيش. لا تعالي تعالي، اركبي من المطره. تعالي بتعمل ايه عند الدكتور؟ كنت بتابع. كنتيش بترد ليه؟ عقلي قال لي انك مش هتسيبني في حالي. خايفه مني وزعلانه. تكرهيني يا مفيده؟ ككدابه لو قلت اه، وفي نفس الوقت مش مطمن. طب لو قلت لك اني كنت بتصل بيكي عشان نتجوز؟ يدوب كدبه جديده. كدبه؟ أنا قاعدة معاك وعقلي عمال يودي ويجيب، وحاسة إنك واخدني دلوقتي لحتة مهجورة عشان تموتني. لا مش هيحصل. عايزني أكون صريحة معاك يا حسن؟ طبعا يا مفيدة. أنا هتجوزك، بس مش عشان بحبك ولا عشان عايزة أعيش معاك، لا، عشان خاطر ولدي ولدك، عشان مش عايزاه يطلع من غير أب، وعشان أكون أمينة معاك كمان. أنا عمري ما هنسى إنك كنت عايز تموتني ورمتني في الشارع بين الحياة والموت. مفيدة، أنا أنت اللي عملته كان قاسي قوي، بس هقول إيه؟ مش أنت السبب، أنا السبب. وأنا خلاص ما عدتش عايزة حاجة، وهبقى صريحة معاك أكتر وأقول لك إن أنا كمان أستاهل. أنا صح كنت بحبك، بس برضك كنت طمعانة فيك. يعني مش أنت لوحدك اللي عايز يا حسن، أنا كمان. إيه؟ أنت هتبكي ولا إيه؟ هاخد لك شقة من النهاردة، هجيب لك خط تليفون، مش عايز حد يعرف نمرته غيرك. صح يا حسن؟ صح يا مفيدة. يعني هنتجوز؟ أيوه. طب وريتال؟ مالها؟ لو عرفت؟ أنا مش هقول دلوقتي. وأنا ما يهمنيش حد يعرف، أنا كل اللي يهمني ورقة رسمي تبقى في يدي، عشان ولدي يبقى ليها أب يعرف والناس تناديه بيه. حتى لو هتسيبني بعديها خالص يا حسن. بس انا مش هسيبك يا مفيدة. طب في حاجات كتير لازم تعرفها. زي ايه؟ هقول لك عليها بعد ما نكتب الكتاب والورقة تبقى في يدي. الو، الشرطة معايا؟ في بلاغ من المستشفى؟ في ايه؟ في ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ امورني خير. طمني، هي بخير؟ والله الحمد لله كويسة. يعني هتعيش؟ إن شاء الله هتعيش. يعني مفيش داعي نكلم الشرطة. بس ده طلق ناري ولازم أبلغ الشرطة. لا لا لا، دي مسألة عائلية وإحنا إن شاء الله هنحلوها. أهم حاجة تقوم هي بالسلامة. بس إيه يا دكتور؟ هي فين؟ فين يا دكتور؟ اتفضل جوه، اتفضل جوه. تعالى معايا الموبايل. خد. شكرا. تعالى. اتفضل. يا شمس يا حبيبتي، اهدي شوية. والله ما حصلش حاجة، اهدي شوية. كل الحكاية بس اللي هي تعبت شوية وفي المستشفى يوم أو اتنين وهتخرج، مفيش حاجة. اهدي بس. أشوفها. حاضر حاضر. أشوف أسمع صوتها، طمن عليها. اهدي بس شوية، اهدي شوية. لو حصل لها حاجة أنا بودي نفسي يا فتحي. مروان نادي مدد، نادي مدد، طمن عليها. نادي نادي. لا ما تمشي، اهدي اهدي اهدي. أنا مش عادة لما بشوفها لحمة ودم قدامي وأطمن عليها. أنا ما كانش قصدي أقتلها، هي اللي كانت ماسكة المسدس وهتقتلها بكرة، كنت بشد منها المسدس. ما كفاية بقى يا شمس، خلاص. يا راجل بكرة بكرة. اسمع اسمع، بكرة
هاخدك ليها ده وعد. هاخدك ليها. يلا تعالي تعالي اقعدي. مفيش حاجة خلاص ماشي؟ مفيش حاجة. ايدي شوية خلاص. بكرة هنروح نشوف. ما كان في ايدك خلاص بقى. انت هتقطميني؟ شيليه من دماغك خالص. بصراحة انا شايفة ان هو مش غلطان. حالتي كانت وحشة قوي والظروف اللي احنا كنا بنمر بيها كانت صعبة. لا مش الظروف، انت اللي عقلك وقتها قالك خلاص لا ده ما بقاش ينفع. انت بس كنت عايزة تفصليه على مزاجك. حقها على فكرة. انت بالذات اسكتي وما تفتحيش بقك. ليه بقى ان شاء الله؟ علشان انت انيل منها 100 مره. وانت ايه يا ست زينب؟ ده انت بالذات مالكيش عين ترفعيها فينا ولا تتكلمي. ايه ريتال الطريقه دي؟ انا بس بقولك عشان تبقي واخده بالك. هتبتدي بقى شغل النصايح والمواعظ ونسيتي يا اختي انك مرات العمده. انت اتجننتي ولا ايه؟ لا ما اتجننتش، انا بس بقولك عشان تبقي واخده بالك. مش انا وشهد بس اللي من وجهه نظرك عملنا حاجه زفت، انت كمان عملتي زفتين. يعني مفيش داعي بقى للنصايح والمواعظ بتاعتك يا ست زينب. انت عندك حق، وانا بقى عشان كده سبت كل حاجه وجيت. والله سبتي كل حاجه وجيتي ولا عشان مروان خلاص بخ؟ هو انت بتفكري في ايه يا زينب؟ انا بفكر بقى انه خلاص كفايه لحد كده، وانه على الاقل نعمل الصح. شهد تعمل زي ما عايزه تعمل وتفتح لها مكتب وتحاول تعمل لنفسها اسم. اما بالنسبه لك انت خلاص، ما انت اتجوزتي حسن. وانت ان شاء الله بالنسبه لك ايه بقى؟ هترجعي تشتغلي تاني ولا هتخطفي مروان من فريده وتبقي الزوجه التانيه؟ عشان نسيت اقول لك يا شاهد، الست هانم مروان عينه منها، وكان قلب الدنيا عشانها، وكان عنده استعداد يحرق البلد كلها عشان خاطر عيونها. مش ده اللي بيعجبك يا ست هانم وبيعشش في دماغك؟ انت قللت الادب وانت كدابه ومزيفه. انا قلت اللي عندي وخلاص، وكل واحد حر في اللي يعمله. انت عايزانا نسيب حقنا يعني ولا ايه؟ انا ما قلتش ان احنا نسيب حقنا، بس الحق لو هيتاخد بالطريقه دي بلاش منه احسن. ومروان ان شاء الله وعدك بايه؟ قالك روحي اضحكي عليهم وطبطبي عليهم عشان يتجوزك؟ يبقى اللي انا قلته هو الصح. ماشي يا عبد الحكيم، ماشي، اعمل ما بدالك، بس مش هتقدر عليا. عايز تكسر مناخيري وتجيب دماغ الارض؟ ده بعدك. لازم ارجع عمده تاني. عثمان عمده وطول عمره هيفضل عمده، ويوم ما هرجع عمده تاني مفيش عصفورة هتشرق وتغرب في البلد إلا بكلمة مني. أنا عمدي عمدي وهفضل عمدي. فاهم يا عبد الحكيم؟ فاهم فاهم فاهم. عمرنا ما كنا كده. عمر زينب ما مدت إيديها عليا ولا شهد هبت فيا ولا اتخانقت معايا لدرجة إن كل واحدة فينا تقول للتانية كلام يجرحها. أنا مش مصدقة اللي بيحصل ده. في ريتال حصل حاجة بينك وبين شهد؟ أقول له إن زينب مدت إيديها عليا واتخانقت معايا وضربتني بالقلم ولا لأ؟ ما أنا لو قلت له كده ما هيصدق، وهيقعد بقى يقول ويعيد ويتكلم عن زينب وعن شهد، وأنا مش هستحمل. بس أعمل إيه؟ أنا عايزة أتكلم مع حد، عايزة أحكي وأفضفض وأقول على كل اللي تعبني. يا ترى يا حسن بتحبني ولا بتمثل إنك بتحبني؟ في إيه؟ قوليلي. مفيش، أنا بس يعني تعبانة شوية وبحلم أحلام مرعبة. ليه ده كله؟ هو أنت كنت فين؟ يعني إيه كنت فين؟ كنت مع حد يعني؟ لا، كنت في الفندق مش لاقي حاجة أعملها. ما صدقت إنك كلمتيني. عايز تفهمني إن أنت يعني كنت مستني تليفوني عشان تنزل تقابلني؟ طبعا. مش مصدقاك. ليه يا ريتال؟
عشان لو انت كنت عايز تقعد معايا يا حسن كنت كلمتني وقلت لي انزلي نقعد في اي مكان نتكلم شويه، انما انت ما عملتش كده. ما تيجي نتفق على ايه؟ ان لازم احس الاول انك عايزه ده مني. ما تبصليش كده. عشان اعمل ده لازم احس ان انت اللي عايزه تقعدي معايا. لازم احس انك موافقه من قلبك على اللي انا قلت عليه. انا خايفه. ليتال خايفه؟ اه خايفه. حاجه غريبه دي؟ بصراحه صعب اصدق انك خايفه. ليه بقى ان شاء الله؟ مش بني ادمه؟ بني ادمه وجميله. بس مخك شغال 24 ساعه وما بيبطلش. عمال يلف ويدور حوالين نفسه. وعايز كل حاجه بالطريقه اللي انت شايفاها واللي هو شايفها. واي حاجه تانية لا. كلنا كده؟ آه كلنا كده. أنا كمان عايزك على مزاجي، زي ما أي واحد بيتجوز واحدة بيبقى عايزها على مزاجه، بس كل واحد فيهم بيحاول يقرب من التاني. وما تقربش أنت ليه؟ هو دي اللي مخليني متأكد إنك بعيدة، إنك دايماً بتحسبيها. هتعملي إيه والمقابل بتاعه إيه؟ لو هتجربي لازم اللي قدامك هو اللي يبتدي، لو هتتنازلي لازم اللي قدامك يتنازل الأول. حق حق. أنا يا ريتال. أنت عايز تقول يا حسن؟ يا ريتال أنا جوزك، يعني لو ما حسيتيش إن أنا حتة منك يبقى كل اللي بينا ده وهم، هيكون كل اللي بيني وبينك مجرد عيل بنربيه سوا. الحياة هتبقى مسخة ملهاش طعم، هنعيش طول عمرنا كل واحد عايز ياخد من التاني حاجة يعوض بيها نفسه على اللي ما كانش لاقيه، والحياة هتبقى هات وبس. ياه ايه الكلام الكبير قوي ده؟ انا معرفش ان انت فيلسوف قوي كده. انا كل ما افكر اتكلم معاكي او اقعد معاكي افتكر الطريقة اللي بتتكلمي بيها دي واقول على ايه؟ خليني مع نفسي احسن. بقى انا بكلمك عشان تيجي تقول لي مالك فيكي ايه؟ بحسبك حاسس بيا. اتريك بتقول لي اي كلام وخلاص يا حسن. عشان مش مصدق كلامك يا ريتال. مش مصدقني ليه يا حسن؟ عشان مش انت يا ريتال اللي تخافي وتقلقي. مش انت اللي الكوابيس تحيرك تخليكي مش عارفه تنامي. مش انت يا ريتال، في حاجة تانية حصلت وانت مش عايزة تقوليها لي، ولأنك مش عايزة تحكي لي عليها وقلقان ان اعرف، ده بيأكد لي ان انا بعاد عن بعض. مروان مروان يا حبيبي طمني، نادية حصل لها ايه؟ أنا عايزة أروح أطمن عليها. أقول لأبويا الأول. والله أبوك مش هيرفض لما يعرف إن أنا راح أزور نادية، مش هيقول لأ. قوم وديني ليها. مش عايز توديني؟ يا مروان نادية غلبانة، ملهاش حد غيري. أنا أمها وأبوها وعمتها كل حاجة ليها. سايقة عليك النبي يا أخي لا توديني. اسمعي. أنا عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع إيه؟ خير؟ زينب. مالها؟ أنا عارف إنه وضع صعب دلوقتي. يعني وجود فريدة وإني كنت متجوز نادية. بس. ما تكملش. انت عايز تجوز زينب؟ خلي بالك يا مروان، زينب بنتي مش زي اي حد وملهاش زي. عشانك ده انا رأيتها. وانت كمان راجل وزينة الرجالة وملكش زي. انا ست واضحة وصريحة، والراجل الزين
أقول له في وشه أنت راجل زين، والراجل العفش برضو أقول له في وشه أنت عفش ولا تسوى في سوق الرجال بصلة. أنا عارفة أن نادية هي اللي خربت على نفسها، وعارفة أن أنت ملكش ذنب. أنا ست لفيت الدنيا دي كلها واتمرمط، وعرفت اللي محدش يعرفه، وفهمت اللي محدش يفهمه، وعارفة كمان أن أنت اتكعبلت في فريدة عشان أنت كنت محتاج حضن تترمي فيه. آه فريدة بيضة وحلوة وبتلمع، عاملة زي عروسة المولد تزغلل العين، بس ما تخشش الدماغ وملهاش طعم. صح؟ وحشني وحشني عبدالله أخوي، وحشني. عبد الحكيم، سمعت ان جالك استدعى عشان جلسة المحكمة بكرة؟ ايوه، شادي من اخوكي رفعها قضية وعندنا محكمة. ايه ده يا عبد الحكيم، انت بتبكي؟ لا لا لا، بتبكي؟ يا مري، في ايه؟ مالك يا قلب اختك؟ فيك حاجة؟ انت تعبان؟ قفلت الباب ليه يا فوزية؟ عشان مش لازم حد يشوفك وانت بتبكي يا عبد الحكيم. الدنيا تقل خيرها ولا ايه يا ولاد؟ انت عبد الحكيم القوي، كبير البيت وكبير البلد كلها، اللي يقول الكلمة تتهزلها جبال. مش لازم حد يشوفك وانت بتبكي ابدا. خايف علي يا فوزية؟ طبعا يا اخوي خاف عليك، وحطك جوا عيوني كمان. ما خليش حد يجي جنبك. كفاية بك يا اخوي، قطعت قلبي. وبعدين انت هتفضل قاعد كده؟ انت لازم تقوم وتشد حيلك وترفع راسك لفوق. وعكت من ضعيف يا عبد الحكيم؟ لا، ده انت سيد البلد وولادك زينة الرجال. كان فين من زمان الحضن ده؟ مش ضعف يا فوزي، ده ندم خوف من ربنا. خلاص بلاش تروح المحكمة بكرة. لا هروح. هتتوجع. لازم أنا أروح. ليه؟ شهد مش هترتاح إلا لما جم قدام القاضي كريمة قلبها مش هيهدى لما تلاقيني واقف في المحكمة وقاضي بينطق بالحق. مش هيهدوا لما كل واحد ياخد حقه. مش فاهم. شاهد عايزاني اقف قدام القاضي ومنطقش الكبير اللي الكل بيسمع كلامه، يقف اصلا مش قادر ينطق بكلمه قدام قاضي بيحكم بالحق منا. ده انت عمه تنكسر رقبتها على صدرها. انا اللي استحيل بيدي. ايوه عندهم اتولد ده عندي انا، كبر جواهم من جهلي، جهلي وغبايا. يبقى لازم ياخدوا كل اللي هم عايزينه. لازم فوزية أمرني يا أخوي. عايزة
أقول لك إن محروسة ما ينفعكيش، كان لازم أقول لا، كان لازم أقولك ده بالأول، كان لازم. بس يا أختي اللي أنت عايزاه اللي تأمريني بيه أنا هعمله. أنا ما عايزاش حاجة يا أخوي، كفاية عليا الكلام اللي أنت قلته. بس وحياة رحمة أبوك ما تنساش، ما تنساش إن أنت قلت هتسفرني أتعالج بره. طبعاً طبعاً يا أختي طبعاً، هسافرك بره أحسن مستشفيات وعند أحسن دكاترة. سامحيني يا فوزية، سامحني يا عبد الله، سامحوني كلكم. قولي لي قلتي ايه؟ قلت اللي قلته. ايه قلت اللي قلته ده؟ انا عايزه افهم انت قلتي ايه بالظبط. عايزه ايه يا عمتي؟ يا بنتي يا حبيبتي، دي فرصه وجات لحد عندك تدخلي بنت عبد الحكيم السجن، وعبد الحكيم لما يعرف ان بنته هتتاذي وهتخش السجن هيجي جري يركع تحت رجليكي ويقول لك شبيك لبيك، عبد الحكيم بين ايديك طوب اللي انت عايزاه يا عبيطه. هي زينب سافرت مصر ولا ناويه ترجع تاني؟ دخله ايه بقى في اللي انا بقوله اللي انت بتقوليه ده؟ مش واخده بالك يا عمتي ولا ايه؟ مش واخده بالك اني كنت هموت لو كنت بنت من بناتك؟ كان زمانك واخداني في حضنك دلوقتي. يا بنتي امال انا هنا بعمل ايه؟ انا عبد الحكيم كان حابسني، انا بوست ايدين مروان عشان يخرجني واجيلك يا ناديه. لو كنت زينب ولا رتال كنت كلت الباب باسنانك عشان تيجي تشوفيني وتطمني علي. لا انت اتجننتي، اتجننتي رسمي يا ناديه. هو مروان جالك ولا كلمك كل حاجه؟ كلمني في ايه؟ يعني يكون قالك تعالي نرجع لبعض تاني، سامحيني صافي يا لبن. لو قالك حاجة زي دي قوليلي. عايزة تعرفي ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. مروان طلب زينب للجواز. أطمنك، مروان خلاص ما عادش عايزني. نادية ما عادتش في راسه خالص، عايزة تجوزي زينب جوزيها له. بس خدي بالك مروان عامل زي العصفور اللي كل شوية على زرعة. أجوز مين لمين يا عبيطة؟ طبعا لأ مش عايزة أجوزها له. يعني أنت مش في راسك إنك تجوزي مروان لزينب وتبقي خدتي عيال جبرية الاتنين في حجرك وكل واحدة تخلف لها عيل وتاخدوا كل حاجة بعد ما كنتوا هتاخدوا نص الحاجة بس؟ صدق يا نادية أستاهل ضرب الجزمة إن أنا عفرت وجيتلك. ما بتاكليش ليه؟ المفروض تبقي مبسوطة، أنا عملتلك اللي أنت عايزاه، بكرة الجزيمة هتبقى في يدك. كنت عايزة أقول لك على حاجة كده. السر اللي خفت تقولي عليه إلا لما نتجوز. آه. إيه هو؟ ندى. أنا مش عايزك تعرف البت دي تاني، هي بس تولد وخلي أبويا يرميها. هي مش هتولد، هي مش حامل أصلاً. هي كانت هتاخد الواد اللي هولده وتديه لعبد الحكيم وتقول له إنه ولده. هي مش حامل، هي عاملة نفسها حامل. هي ودليدة رسموا وخططوا لكل حاجة عشان ياخدوا من أبوك اليد ده ممكن تطول. أنت لو عايز تطلقني دلوقتي أنا مش هلومك يا حسن. أنا لكل اللي كنت عايزاه إن حاجة تثبت إن الواد ولدك، مش أكتر من كده. أنا همشي. أقعدي.
الذنب مش ذنبك، الذنب ذنب أنا. على كل حال أنا عارف هعمل معاها إيه. قول أنت عشان العيب ببطنك إلا صحيح، واد ولا بنت؟ واد، وهيطلع زي القمر شبهك كمان. عملها بوكي صح؟ ايوه. جاب مأذون وجواز كريمة. ايوه عملك ده. مروان هو اللي جاب المأذون، هي كانت محبوسة والمأذون كتب ومشى. وماله؟ زين والله، يعني كريمة بقت ضرتي. رايحة فين؟ طالعة. ابويا لو عرف انك طلعتي. ما انا رايحة له هقول له مبروك واعمل لهم صينية الصباحية بإيدي. يا ريتني ما قلت لها يا مري. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا تستعجلون. فإن الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. صح، اللي عاوز يبدأ حياته من أول وجديد لازم يرضي ربه الأول، مش كده؟ إذا طلعك من أوضتك يا جبرية. بنتي فتحت لي، حبيبتي هي اللي فتحت لي. ايه عاد لازمتها حبستي؟ حد يقدر يقول لك تلت التلاتة كام؟ انت عبد الحكيم الكبير، تعمل ما بدالك، تحط ده تشيل ده، تكره ده تتجوز ده، انت حر، حدش يقول لك كلمة. عايزة يا جبرية؟ جواز كريمة؟ مش ده كان طلبك ليها من الأول؟ صح صح يا عبد الحكيم، كان طلبي عشان تكسر سنها، لكن انت لا، تتجوزتها عشان انت كانت عينك عليها. انا الحمارة خدتش بالي يا عبد الحكيم، خدتش بالي. اطلعي اطلعي على اوضتك يلا. جوزتها، جيبها هنا بيتي، تقعد هي في بيتي وانا ام عيالك تحبسني. تتجوزها وتجيبها تقعد على راسي يا عبد الحكيم. هتتجننتي. لا لا يا اخوي، انا بعقلي. هو انت لسه شفت جنان؟ شفتش بالك يا عبد الحكيم؟ لا انت هتتهنى ولا هي هتتهنى. قول لي حبيبي ابو عيال يا اخويا، نفسكش في حاجه؟ ما هو كده عشماوي قبل ما يشنك حد يساله نفسك في ايه. موتك وموتي وكريمة تحطش يدها على ترابة في بيتي. فاهم؟ جننت يا جبري، جننت. ها كريمة تقعد في بيتي؟ لا. زي ما حصل مع أخوك الله يرحم، كان عاجز قدرش يعمل حاجة، وانت توحشته وتروح له. موت موت جنونة، موت جنونة.